تم التواصل مع بعض الجهات الداعمة والمنظمات الداعمة كالمؤسسة العامة لإكسار البيدار، فتم عن طريقها إدخال بعض المواد الأساسية والضرورية لحياة المواطن بمدينة حلب كالأسمدة والبيدار وبعض المبيدات، فتم توزيعها على المزارعين في مدينة حلب. تم التواصل عن طريق رفع بعض المشاريع على مدينة حلب، هي الوقاية من شبح الحصار في مدينة حلب. هذا المشروع طبق جزء منه كخطوة أولية في مدينة حلب، والخطوة اللاحقة هي لا سمح الله في حال وقع الحصار لدينا خطط في توزيعها على المواطنين في مدينة حلب. المساحة قدرت تقديريا عن طريق يعني هي حدائق صغيرة، حدائق منزلية، يعني المساحات صغيرة جدا تم استغلالها من بعض الأفراد في مدينة حلب بحيث أنه تؤمن الدخل اليومي للمواطن، تحقق الاكتفاء الذاتي فقط. أما المحاصيل الكبيرة أو يعني فهي تستخدم في الأرياف أو المحافظات. فتم الاتصال من بعض الجهات الداعمة كالمؤسسة فلبت هذا النداء والحمد لله يعني، ولكن ممكن مستقبلا لا سمح الله إذا وقع الحصار ممكن أن نتواصل مع بعض المنظمات والجمعيات في هذا الأمر.